ملخص الحلقة الأولى من مسلسل أحقاد خفية. قبل ما نبدأ بهذا الملخص، أتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا هذا الفيديو لأكثر من 100 لايك. تبدأ الحلقة بنيجار تظل تنادي على زوجة أخيها لكنها مشغولة بتجهيز نفسها، وتظهر نيجار وهي تعرج على قدميها وتنزل إلى أسفل، ووالدها ظافر يظل يمدح بها. ثم تخبره نيجار أنها ظلت ساعة تنادي على زوجة أخيها لكنها لم تجيب، وظاهر يصرخ على ابنه جنيد وزوجته ويوبخهم. ثم تذهب زيبا مع نيجار للغرفة، وظافر يظل يمدح بنيجار أمام ابنه وأنها جلبت له الحظ منذ أن ولدت، وجنيد ينزعج من حكي والده. ويذهب للغرفة زيبا تساعد نيجار، وجنيد ينزعج من حكي والده ويذهب للغرفة. ظاهر يتحدث مع جنيد ويمدح بنيجار ويقول له أن نيجار جلبت له الحظ منذ ولادتها، ليس مثلك أنت، كنت تعطيني كل شيء سيء والآن تضيع المصاري على زوجتك التي هربت من أهلها. وجنيد يغضب ويقول له أنا أخبرتك بهذه القصة من قبل، أن زيبا بنت يتيمة وعمتها كانت تريد أن تعطيها لرجل كي يصرف عليها. وظافر يغضب وظافر يتعصب ويخبره أن المصنع باسمي، وعندما أموت سأكتب كل شيء باسم نيجار لأنها أكثر خبرة منك. وجنيد يغضب ويقول له وأنا لست ابنك، ثم يذهب لغرفته بغضب. نيجار ترى الأقراص التي جلبها جنيد لزيبا بإذنيها وتقول لها هل اشتريت هذه الأقراص منهم؟ زيبا تسرى وتقول أن عيد ميلادها كان بالأمس، وجنيد جلبه من مصرياته هدية لها. ونيجار تقول لها أنت فتاة يتيمة، كيف عرفت عيد ميلادك؟ وتقول لها زيبا أنها رأت ملفها بالمدرسة. يستخدم ظافر الحظ الذي جلبته نيجار له كلوحة إعلانية للإعلان عن مقدار الثروة التي تراكمت عليه على مر السنين. ثم تتم الخطبة ويعود الجميع لمنازلهم، وفي الصباح في منزل تيمور يمزح هو وبتول مع صالحة بأن خطيبها أتى، وصالحة يقع منها الشاي، ويظل تيمور وبتول يمزح معها تراه وصالح. ثم يأتي صالح هذه المرة دون مزح، لكن صالحة تفكر أنهم يمزحوا مرة أخرى. ثم تذهب لغرفتها بسرعة عندما تراه وصالح يجلس ويخبرهم أنه أتى ليودعهم لأنه سيذهب غدا. في منزل ظافر تتذكر نيجار تيمور، ثم يأتي ظافر ويسلمها ملكية الأرض ويقول لها أنها منذ أن أخبرته بما يفعل الإبن مع أبيه من أجل المصاري قرر أن يسلمها هذه الملكية. فتنتهي الحلقة إلى هنا، فما الذي سيحصل في الحلقة الثانية؟